هذا يسأل عن غسل الجمعة. غسل الجمعة مستحب، غسل الجمعة مستحب وليس واجبا مثل غسل الجنابة، إنما هو مستحب لأجل التهيؤ للصلاة والاجتماع، ويكون المسلم نظيفا طيب الرائحة ما يأتي إلى الجمعة وهو عليه أوساخ أو روائح كريهة، وإنما يأتي بهيئة طيبة، نظيف الجسم متطيبا بما يجد من الطيب، لأن هذا اجتماع عظيم، اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة، ويلبس أحسن ثيابه يتهيأ لها. نعم.